لينا الأول إن احنا نقف لثواني نشوف هل في حد عنده أي سؤال قاله، أو في لو في حد حابب إن هو يشارك أو يسأل في حاجة، فاحنا كل دقايق كده هنقف شوية. الداون هول هو المقصود بيه أي حاجة جوه البير. الداون، كلمة داون هول دي يعني جوه البير أو جوه في الفورميشن أو تحت في الآبار، لكن فوق على السيرفس بنقول عليها السيرفس. تحت السب سيرفيس او الداون هول هي دي معناها الخطوط، يعني ايه اللي موجود جوه الابار. داون يعني تحت الداون هول. Where have you put that registration link? Good. So how to get the certification? المايه اللي في الابار وصلت الابار نتيجه المايجريشن يا طيب. المايه اللي في الابار دي مايه ناتشرالي اوكيرنج في البايب لاينز، موجودة في الأساس من أول الزيت والغاز ما بدأ يتجمع ويتكون ككيروجين جوه الفورميشن، فهو كان موجود عندنا في الفورميشن فيها ووتر، فالمية دي حاجة أساسية موجودة عندنا. في مية تانية بتبقى أساسها جاي من عملية الانجكشن، ووتر انجكشن عشان أنا أعمل انهانسد اول ريكفري. في مية تانية بتحصل مجرد ان انا بيبدأ يحصل فيز تشينج جوه الخزان نتيجة اختلاف الضغط والحرارة نتيجة عملية الانتاج، فيبدأ ان يحصل ووتر كانت في شكل فيبر وتبدأ انها تدخل جوه منطقة التو فيز في البي تي دايجرام، فتبدأ انها تتكون ووتر وجاز او ووتر ومية. طيب طرق تنظيف البايب لاين نفسها لكل المشاكل ولا بتختلف؟ لا طبعا بتختلف. في حاجات بتتعمل ليها كليننج عن طريق ميكانيكال اكتيفيتيز، زي ان انا ببدا ان انا احط بيج جوه البايب لاين وابدا ان انا اعمل عمليه بوشنج للبيجه دي، فالبيجه دي تمشي تعمل عمليه تسليك كده للبايب لاين او تنظيف للانترنال سيرفيس بتاع البايب لاين. في حاجات تانية بعملها تريتمنت او كليننج عن طريق كيميكال انجكشن، زي ان انا بحقن فيها كيميكال. الكيميكال ده كل مشكله ليها كيميكال مختلف عن التاني، وسعر الكيميكالز دي للاسف غالي جدا جدا. في مشاكل كروجن، اروح احقن كروجن انهبيتور. في مشاكل هيدريت، اروح احقن هيدريت انهبيتور او ميثانول وجلايكول وحاجات من دي. في عندي مشكله امالشن، اروح اضخ مثلا ديماتسيفاير. في عندي يعني مشاكل، يعني كل مشكلة وبيكون لها حل مختلف يا شباب. طيب الأسفلتين بيتكون إزاي جوه الآبار؟ نتيجة اختلاف الحرارة. دايما الأسفلتين ده مشكلته الأساسية هي اختلاف حرارة، زي ما أنا قلت لك ببساطة جدا حضرتك، لما بتيجي شركات لتنفيذ الطرق أو المسؤولة عن الكونستراكشن بتاعة البلاك رودز، فهما بيروحوا يجيبوا الاسفلتين ده سخن، دايما لازم تلاقيه سخن. ليه سخن؟ عشان يضمن ان هو يفضل يحصل له بورنج او يقدر ان هو يفرده بشكل طبيعي جدا ويتعامل معاه في شكل شبيه بالسائل، هو مش سائل ومش سوليد. طيب وانس ان هو فرده تمام، بيبدا ان درجه حراره الجو هي اللي تغير، اللي يحصل فيه تمبريتشر تشينج، فيبدا يتحول من فيز لفيز، يبدا يتجمد زي ما انت شايف كده. فنفس المشكله، لو حصل تبريد او حصل تشينج في التمبريتشر بتاعه الخزان نتيجه ان انت قعدت تنتج منه لفتره طويله، حصل مشكله في الداون هول اكويبمنت، حصل اي حاجه عملت كولينج للاويل اند جاز الموجود تحت ده، فممكن يبدا يتكون اسفلتين، وهنتكلم ان شاء الله عليها بكره باذن الله ازاي هاو تو بريفنت او هاو تو ميتيجيت الاسفلتين كونديشن. جميل. الاسفلتين زي ما اتفقنا هنتكلم فيه بكره باذن الله ما تقلقوش. السلاج فلو ممكن نلاحظه من خلال ضغط البير نفسه. طبعا عندي بئر سلوكه غريب جدا ممكن يكون سلاج فلو. طبعا السلاج فلو اول حاجه حضرتك هتلاحظها ان انت لما هتروح البير وتقف جنب الفلو لاين هتبدا تسمع صوت الفلو يطلع قوي وفجاه ينزل. فكلمه سلاج فلو معناها زي ما قلت لك البير بتاعك ما يبقاش شغال كده، يعني خليني ارسم لك بس شكل كده للجاس فلو. لو انت حاطط فلو ترانسميتر فهتلاقيه ماشي عمال يعمل كده، ده اسمه سلاك فلو، ده كده سلاك فلو. البيد مش مستقر. طب الميه نفس الفكره، الميه تبقى ماشيه تمام 10 برميل في الساعه، فجاه يطلع 100 برميل في الساعه وتنزل تاني، وهكذا تنزل تاني لخمسه وهكذا، ده كده فلو مش مستقر، ده سلاك فلو او سيرج فلو. طب تعال نشوف الفلو المستقر او الفلو الطبيعي اللي كل الناس يعني بتامل ان الابار بتاعتها تكون كده، ان البير يكون كده. الفلو يبقى ماشي مستقر تماما، فده بنسميه الستيدي فلو. طيب خلونا نتكلم بدايه، في حد لسه سأل في حاجه؟
لو اتكون اسفلتين هننظف الخط ازاي، وخصوصا لو الخط موجود في البحر؟ سهل جدا يا هندسه. الاسفلتينز ده حضرتك حاجه من اتنين، بنبدا ان احنا ناخد عينه منه ونوديها المعمل، ونبدا ان احنا ندوبه ببعض السرفكتنت او المذيبات الموجوده عندنا في المعمل، ونشوف ايه افضل كيميكال قدر ان هو يدوب الاسفلتين ده. بعد كده بنبدا ان احنا نضخ بجه جوه البايب لاين. البجه دي بتبدا انها تمشي في البايب لاين، وممكن نحط وراها باتش كيميكال كمان او ديسولفر، اسفلتين ديسولفر، ويبدا ان هو يمشي في البايب لاين. البجه قدام الكيميكال، بجه تانية باتشايه كده، وماشيه عماله بتزق او بتزيح اي اسفلتين متكون. في ناس تانية لو الخطوط دي على الارض طبعا، مش عارف في البحر بيعملوا فيها ايه، ممكن ان هو يستخدم الهوت ستيم، بخار سخن، بخار درجه حراره 200 درجه، ويبدا يضخه جوه البايب لاين دي، فيبدا ان هو يمشي يدوب الاسفلتين المترسب او المتراكم على جدران البايب لاين من جوه. طيب ازاي بنعرف ان مكان المشكله ونوعها في البايب لاين؟ مكان المشكله البايب لاين دي هندسه مش هيحصل فيها مشكله في حته واحده، دايما بيبقى في ديستريبيوشن للمشكله دي على المحيط بتاع البايب لاين او على طول البايب لاين كلها. وزي ما قلت لك في النهارده سوفت وير زي اولجا مثلا، يعني والبايب سيم. الاولجا والبايب سيم بتقدر ان انت وانس ان انت اديت الداتا بتاعت الخط والداتا بتاعت الفلو والداتا بتاعت البايب لاين بريشر وتمبريتشر والكلام ده، اللي يقدر ان هو يتنبأ لك بالمكان اللي حصل فيه المشكله فين. كل ما كان عندك داتا اكبر طبعا كل ما كان الدنيا هتكون افضل. داتا دي انا اقصد بيها بريشر وتمبريتشر، ولو تقدر انت تحط اكتر من فلو ميت سوري بريشر ترانسميتر على طول الخط، كل مثلا 2 3 كيلو كده، لو تقدر انت تحط بريشر ترانسميتر وتجيب البريشر ديستريبيوشن كيرف، فانت في الوقت ده حضرتك بيكون عندك داتا كتير تقدر انت تحطها في السيميوليشن سوفت وير زي الاولجا، وهو يقدر يقول لك ان المشاكل اللي بتحصل في البايب لاين دي ايه دلوقتي، والمشكله دي ممكن تكون على بعد قد ايه. وبعدين هي مش هتفرق كتير معاك يا هندسه، لان انت اصلا لو حصل مشكله فالخط كله وقف، فانت هتضطر ان انت تبدا تعمل كليننج او تنظيف للخط من اول الخط الاخر. تمام. المشاكل الكروجن مش من مجرد السمارت بيج. السمارت بيج دي حاجه كده بنعملها كل 5 سنين ولا حاجه عشان نضمن او اقيس السكنس بتاع البايب لاين. يعني انا لو شكيت ان البايب لاين دي من غير ما اشك، انا بعمل بلان كده ان كل 3 4 سنين ابدا ان انا اجيب شركه اسمها سمارت بيجنج كومباني. الشركه دي بتجيب بيجه ذكيه، البيجه دي بتبدا تدخل الخط وبيكون معاها سنسور في جي بي اس، وفيها ماجنتيك فلكس ليكج او نوع من انواع الماجنتيك فلكس اللي بيقدر يقيس السيكنس بتاع البايب لاين. حضرتك بتبدا ان انت تمشيها جوه البايب لاين، وبتبدا هي تقيس السيكنس بتاع البايب لاين ده، وان كيس ان في مكان حصل فيه تاكل كبير اكتر من الديزاين اللي انت عامله في الفلو اشورنس. انا في الفلو اشورنس عارف ان انا مثلا الكروجن الاونس وليكن 12 ملم، انا عامل اصلا 12 ملم في الديزاين بعد ما عملت الديزاين سيكنس بتاع البايب لاين. هقول لك حالا البايب لاين بيبقى وانا بعمل لها ديزاين بختار الديزايند اي دي، واروح اضيف عليه كمان سيكنس اسمه الكروجن الاونس سيكنس. ايه لازمه الكروجن الاونس سيكنس؟ ان هو بيديني المفروض اضيف كم ملي متر من الحديد على البايب لاين ده عشان اضمن ان هو يشتغل لمده 25 سنه حتى وان حصل فيه كروجن. اللي بيقيس لي الكلام ده هو السمارت بيج، لكن في عندي حاجات تانية زي كروجن بروب ميتال كده بتبقى اميرسد جوه البايب لاين، الفلو معدي عليها، وكل فتره بروح اطلعها واقيس السكنس بتاعها واشوف الشكل بتاعها فقدت قد ايه، وبالتالي اللي حصل لها اكيد حصل للبايب لاين. يعني لو حصل ليها كروجن عالي يبقى البايب لاين دي فيها كروجن عالي. طيب نعرف نوع السكيل ازاي؟ باخد عينه منه وبروح المعمل وابدا ان انا ادوبه في بعض المذيبات، ومن الشكل بتاعه المعمل بيقدر ان هو يحدده لي بسهوله جدا. وانس ان انا عرفته فببدا ان انا اختار له نوع الاسيد او نوع الكيميكال اللي ممكن انا استخدمه عشان ان انا ادوب بيه السكيل ده. نوع الديبوزيشن، العينات اللي هتطلع، يعني اروح في نهايه الخط وابدا ان انا اشوف هل انا جاي لي ميه، هل جاي لي امولشن، هل جاي لي ساند، هل في حتت هيدريت، هل في حتت بيبقى في حتت كده اسمها سامبل كاتشر او درين بوينت اقدر ان انا اخد منها عينات من اللي ماشي جوه البايب لاين. طيب بالظبط نحلل العينات. طيب خلونا نبدا ان احنا نتكلم عن الجاز هيدريت كواحده من المشاكل الكبيره في خطوط نقل الغاز الطبيعي، وعلاجها الى حد ما سهل، بس خلينا نفهم الاول يعني ايه هيدريت، لان الموضوع ده فيه لغط كبير جدا.
طيب الهيدريت ده زي ما حضرتك شايف كده هو عباره عن حاجه شبيهه جدا بالتلج، هي مش تلج في الاساس، التلج بيبقى عباره عن ميه متجمده، لكن ده مش تلج، ده تلج بيولع. يعني حضرتك لو حاولت تولعه كده فهتلاقيه بيولع، فيعني ايه؟ لكن البروده بتاعته بارد جدا زي التلج بالظبط، واللون بتاعه ابيض شبيه بالتلج، وكريستال زي ما انت شايف او واخد شكل السنو شويه او الجليد. اللي بيحصل ان الهيدريت ده بيتكون جوه خطوط نقل الغاز الطبيعي، خصوصا الابار اللي بنقول عليها الرو جاز. طيب ايه السبب؟ السبب هو ان في ميه، الميه دي لازم تكون ميه حره، ميه في شكل فري ووتر، مش ميه في شكل بخار ابدا. الميه اللي في شكل بخار مستحيل انها تكون هيدريت. الميه اللي بتكون الميه اللي بتكون الهيدريت هي ميه حره، ميه متكثفه، ميه في شكل ليكويد، ده اهم حاجه في الموضوع. بعد كده يكون عندي لايت هيدروكربون. يعني ايه لايت هيدروكربون؟ زي ما قلت لك الهيدروكربونز او الناتشرال جاز هو سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 وهكذا. وانت ماشي دايما الهيدريت يتكون مع اول ثلاثه او اربعه بس، ما فيش هيدريت بيتكون مع السي 5 والسي 6 والكلام ده لانهم مش غازات اصلا. فدايما الهيدريت يتكون في حاله ان حضرتك بتنقل غاز زي الميثين والايثين والبروبين والحاجات دي. عشان يكون هيدريت لازم يكون في شرطين اساسيين، لو تمبريتشر وهاي بريشر. دايما خطوط نقل الغاز بتبقى بتتعامل مع بريشر عالي، دايما خطوط نقل الغاز بتمشي جوه تحت مياه المحيطات والمياه العميقه وخطوط بحريه واماكن زي سيبيريا فيها درجات حراره منخفضه، وغاز اصلا جاي من روسيا، هو غاز بادئ في روسيا وروسيا متلجه اصلا. فدايما هتلاقي المشاكل بتاع عمليه الخطوط، كل الحاجات دي حضرتك موجوده عندي. يعني هو ده مثلث تكوين هيدريت، فاكرين مثلث تكوين الحريق او ان الحريق يحصل؟ ده الاشكال اهي كتيره جدا للهيدريت. الهيدريت بيتكون زي ما انت شايف كده، بيعمل بلوكج او ستوبج اصلا للفلو. تمسك حته تلج في ايدك كده، تخيل حته التلج دي لما تبقى ماشيه جوه البايب لاين سرعات كبيره جدا، ماشيه بتكسر في البايب لاين، ممكن بسهوله جدا عند الاماكن اللي فيها ايلبوز والاماكن اللي فيها ريستريكشن والاماكن اللي فيها تشينج في الفلو دايركشن، كل الحاجات دي والتيز والحاجات دي كلها بالنسبه لي هي اماكن ممكن تسبب كارثه كبيره جدا. لو حته تلج زي دي بسرعه كبيره دخلت في فلو لاين ممكن انها تكسره او تدمره. طيب زي ما اتفقنا مع بعض، الهيدريت عشان يتكون بيكون عندي تكوين الهيدريت حوالي 90% منه ميه مع لايت هيدروكربون اللي هي من سي 1 لسي 4 تقريبا 10%، عند هاي بريشر دايما غالبا اكبر من 20 بار، ده رول اوف ثامب، لكن ممكن يكون هيدريت بيتكون عند اقل من كده، في هيدريت بيتكون عند 5 بار، وحراره منخفضه اقل من 20 سيليزيوس، وممكن هيدريت يتكون عند 25 سيليزيوس. فدي مش ارقام ثابته لكن هي رول اوف ثامب، او ناس من الاكسبيرينس بتاعتها قالت لنا الكلام ده. طيب اللي بيحصل ببساطه جدا ان جزيء الغاز، جزيء الميثين او الايثين او البروبين، بيبدا يتحول يعني يبقى موجود جوه او يتسجن جوه استراكشر من الهوستنج موليكيول زي الميه. الميه تبدا انها تحوط جزيء الغاز ده من كل ناحيه عند الظروف اللي احنا اتفقنا عليها دي، وفي كونديشنز معينه للاسف الشديد بتعمل بروموشن لان الهيدريت ده يتكون. يعني في حاجات قوي تقوي قوي ان الهيدريت يتكون، بالاضافه للاربعه اللي انت شايفهم دول اساسيين، لكن في حاجات تانية كمان لو بقت موجوده فتخلي ان الهيدريت يتكون. لو كان فرصه تكوينه 10% دلوقتي هتبقى 50 و100%. زي ايه؟ زي ان انا يكون عندي لو تمبريتشر هاي بريشر الهاي فيلوسيتي، لو الفلو ماشي بسرعه كبيره جدا فده يضمن اكتر ان يحصل فيه هيدريت. لو في نسبه كبيره من السي او 2 والاتش 2 اس موجودين، دول بص اللي هم يعني شر، موجودين في اي حته تلاقي فيها مشاكل كتير. فدايما الاتش 2 اس او الهيدروجين سلفايد والكربون دايوكسيد، وانس ان هم بقى موجودين في الفلو ستريم بتاعنا او في الناتشرال جاز، فهيخلوه يبقى شقي اكتر ما هو شقي. طيب الهايدريتد بروبرتيز بتاعته، الدنستي بتاعته قريبه من الدنستي بتاعت الميه، الدنستي بتاعت الميه واحد، هو الدنستي بتاعته 0.98، فده معناه ان هو لو في عندي ميه فهتلاقيه بيطفو على وش الميه او على سطح الميه، بيعوق بيقع جوه الهيدروكربون او بيثينك بيغرق جوه الهيدروكربون. لو انا عندي الهيدريت ده تحته طبقه كوندنسيت هيغوص جواها، لان الكوندنسيت الدنستي بتاعته اراوند 0.6. طيب عشان يحصل هيدريت الميه دي اساسي، الميه هي اساس عمليه تكوين الهيدريت.
والحراره لازم تكون منخفضه والبريشر لازم يكون عالي. وزي ما حضرتك شايف كده لما عملوا التجارب في المعامل بدانا ان احنا نشوف شكل تكوين الهيدريت اتكون ازاي، وعمل بلوكج بشكل كده غريب جوه البايب لاين. نفس الفكره هنا كده جوه خط نقل غاز، ولما بعت بيج في الخط عشان يشوف ايه اللي عامل بلوكج للخط، هل هو اسفلتين ولا واكس ولا هيدريت ولا ساند ولا ايه، البيجة طلعت بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، زقه قدامها طبقه الكيك اللي انت شايفها دي، وده يعني ياكد ان اللي مكون جوه الخط هو الهيدريت. طيب مشاكل الهيدريت زي ما حضرتك شايف كده، زي ما انا قلت لك ان اول حاجه الهيدريت ده لما يتجمع لو ما عملش بلوكج للخط او وقف الخط، فانت عندك فيه غاز ورا هنا عمال يتجمع ويحاول ان هو يزق، عاوز يمشي، ففي قدامه بلوكج، فبيروح زائق الجزء الهيدريت اللي اتكون ده. فلما يجي عند مكان فيه فلو دايركشن، الفلو ده يخبط الاول في الالبوز، فممكن يعمل انفجار للبايب لاينز. ممكن وهو ماشي جوه عندي هنا في فالف مقفول او ترانسميتر، فلو ترانسميتر او جاز، يعني فالف موجود، حضرتك اول ما البتاع ده هيجي هنا يجي يمشي ويلاقي قدامه ريستريكشن، هيبدا ان هو يقفل الخط ده، فالغاز ضغطه يبدا يترفع ورا هنا كده، البريشر يبدا يزيد 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 لحد ما ممكن ان هو يعمل رابشر للخط لانه هيعدي ديزاين بريشر بتاعه. طيب لو عندي هيدريت اتكون وفي جزء كده حته غاز موجوده هنا كده، وبدا الخط ده يسخن من اي حاجه، وفي تراب بوكت من الجاز هنا، الجاز بيحصل له اكسبانشن مع الحراره، فونس ان انت سخنت او الحراره بتاع الجو زادت شويه، فممكن هو يعمل رابشر والخط ينفجر، فمشاكله كتيره جدا ومشاكله ما بتتعدش كهيدريت. طيب فانا لازم ان انا بريفنت الهيدريت فورميشن ده من البدايه، واضمن ان مفيش هيدريت هيتكون جوه الخط عشان اضمن الفلو كونتينيوتي. طيب ازاي ان احنا بنعرف الهيدريت هيتكون امتى وفين؟ وانا دلوقتي لو عرفت على سبيل المثال ان الهيدريت ده بيتكون عند درجه حراره 15، يبقى انا دايما هحاول ان انا اخلي الفلو بتاعي درجه حرارته اكبر من ال 15، عشان تحت ال 15 هيحصل هيدريت، فدايما لازم اكون فوق ال 15 عشان الهيدريت ده ما يحصلش. فمن البدايه خالص اثناء الحفر يا شباب بناخد عينه من الجاس شو اللي طالع لي من البير، بناخد اناليسيس كده، وبجيب شركه تعمل اناليسيس للجاز او الاويل اللي طالع، وتبدا انها تقول لي والله الغاز ده الكومبوزيشن بتاعه ايه، الشكل بتاع الهيدريت فورميشن كيرف بتاعه عامل ازاي. الهيدريت فورميشن كيرف ده النهارده لو انت حضرتك بتشتغل على هايسز او تقدر انت تستخدم سيميوليتور زي الهايسز، فببساطه جدا وانس ان انت حطيت الكومبوزيشن بتاع الغاز في الهايسز، تقدر انت ترسم الهيدريت فورميشن كيرف ويقول لي الكيرف ده الغاز في احتماليه قد ايه انه يحصل له هيدريت، هل الهيدريت ممكن يتكون ولا لا. طيب ببساطة حضرتك بتبدأ إن أنت تشوف درجة حرارتك اللي أنت شغال عليها. أنا دلوقتي خدت عينة عملت لها أناليسيس، جالي ريبورت اسمه البي في تي أناليسيس ريبورت. البي في تي أناليسيس ده بيبدأ إن أنت منه تعرف درجة حرارة تكوين الهيدريت أو الكيرف اللي إحنا شايفينه ده. طيب أثناء عملية التشغيل أنا متوقع إن أنا هشتغل عند درجة حرارة 30 وبريشر 325 بار. 300 بار لا رقم كبير جدا طبعا، خلينا نقول احنا هنا كده عند ال 100 بار، احنا هنا كده اهو. طيب بعد شويه يبقى انا كده بقول ان الخط بتاعي ده شغال عند 100 بار بريشر وتمبريتشر اراوند مثلا 29 سيليزيوس، لكن نتيجه ان الفلو كل يوم الدنيا بيحصل فيها مشاكل والصيف من الشتاء، فبدا الفلو يمشي في الشكل اللي انت شايفه ده، والحراره بتاعته تنزل واحده واحده. اول ما هوصل عند النقطه دي المكان ده كله ما كانش فيه هيدريت. طيب وانس ان انا بدات ان انا اوصل للنقطه اللي فيها هيدريت فورميشن لاين دي، فخلاص انا دلوقتي لازم ان انا ابدا اعمل عمليه ميتيجيشن للهيدريت فورميشن، لان احتماليه تكوين الهيدريت زادت جدا دلوقتي. ففي الوقت ده لازم ان انا اضخ كيميكال معين او ان انا اعمل عمليه هيدريت بريفنشن ميثود عشان ان انا اتفادى ان الهيدريت يتكون جوه المكان ده. طيب فدايما بيكون عندي الكيرف اللي حضرتك شايفه ده، واقدر من خلال البريشر والتمبريتشر والجاس كومبوزيشن ابدا ان انا اعرف الهيدريت فورميشن تمبريتشر بتاعت الغاز ده قد ايه. ببساطه جدا لو انا قلت لك حتى الغاز اللي عندي ده درجه حرارته 65 فهرنهايت وموجود عند ضغط وليكن 500 بي اس اي، 500 بي اس اي حلو جدا، والسوري الدنسيتي بتاعت الغاز ده وليكن 8 من 10
فبيقول لي والله ان الغاز ده هيحصل له هايدريت، معلش خلينا نجيبها بشكل تاني افضل. انا دلوقتي عندي خط يا شباب الضغط بتاعه 500 بي اس اي اهو، الغاز اللي موجود عندي في الخط ده الدنست بتاعته 7 من 10 اهي، الخط ده اللي هو 7 من 10 اللي هو ده، الهيدريت فورميشن تمبريتشر بتاعتي هتكون 55 فهرنهايت. يعني اذا حضرتك لو الغاز بتاعك اقل من 55 فهرنهايت حضرتك هيحصل هيدريت. فانت دايما يو هاف تو جارانتي ان الفلو اللي ماشي جوه البايب لاين ده درجه حرارته دايما اعلى من ال 55. فانت طول ما انت في ال 60 نو هيدريت فورميشن، اقل من ال 60 او من 55 انت كده في عندك هيدريت هيتكون، فبتبدا ان انت تشوف ايه الحل في الموضوع ده. وزي ما انت شايف كده في اكتر من كورليشن واكتر من شارتس تقدر انت تحسب بيها الهيدريت فورميشن تمبريتشر بتاع الغاز. طيب تعال نشوف بعض المفاهيم الغلط اللي ناس كتيره مننا بتبدا انها تقول عليها هيدريت. لو انا ماشي جنب خط زي ما حضرتك شايف كده، ده خط نقل غاز اهو، دايما خطوط نقل الغاز بتبقى لونها اصفر او لون جراي. فلو انا ماشي جنب خط كده وفجاه لقيت الخط ده متلج من كل ناحيه زي ما انت شايف كده، اوعى تقول على ده هيدريت، ده مش هيدريت. ليه مش هيدريت؟ مع ان انت قلت لي ان هو تلج، التلج ده يتكون جوه الخط حضرتك ما تشوفوش. لكن لو شفت تلج من بره كده معناه ان الفلو اللي ماشي جوه البايب لاين ده بارد جدا جدا. الخط بارد جدا اوكي، لكن ده مش هيدريت. ده ايسنج، ايسنج من ايه؟ نفس الايسنج اللي بيتكون على ازازه ميه متلجه حضرتك مطلعها من الفريزر وحاططها، بخار الميه اللي موجود في الجو حوالين الزجاجه دي بيبدا ان هو يتجمد ويسبب الايسنج اللي على الخط او على زجاجه الميه دي. لكن ده مش هيدريت. طيب ايه المنظر ده بيدل عليه؟ بيقول لي ان الفالف ده باسنج. باسنج يعني ايه؟ يعني الفالف ده كده في حته مش قافل تمام، مش قاطع الفلو تماما، الفلو كده معدي جزء صغير وبيحصل فيه ظاهره اسمها الجي تي فالف او جي تي اكسبانشن. زي ما حضرتك شايف ده شكل خط متغطي تماما بالثلج وعليه كمان ثيرمال انسيوليشن، هو المكان فيه ثيرمال انسيوليشن عشان الثلج اللي احنا شايفينه ده. ده معناه ايه؟ معناه ان في فلويد درجه حرارته منخفضه جدا ماشي جواه، لكن في فلو ماشي. ده مش هيدريت. اوعى تفكر في يوم من الايام ان انت ترد على حد وتقول ده هيدريت، ده بيدل ان في ثلج بيتجمع لكن الثلج ده جوه الخط حضرتك ما تشوفوش. تمام؟ وناتج عن ايه؟ ناتج عن كولينج افكت في البايب لاين. الكولينج افكت ده دايما بنقول عليه حاجه اسمها جي تي افكت او الجول تومسون افكت، وده ناتج عن ظاهره ان الغاز لما بيحصل ريستريكشن او دروب في البريشر بتاعه بيحصل دروب في التمبريتشر تبعا لقانون البي في بيساوي زد ان ار تي. فكل ما البريشر يتغير او يقل التمبريتشر كمان هتتغير. فحضرتك لو البريشر بتاعي نزل نتيجه فلو ولا اي نتيجه ريستريكشن في الفلو هيحصل برضه ريستريكشن في التمبريتشر او هيحصل دروب في التمبريتشر. تمام؟ طيب حددنا المشكله، عرفنا اسبابها، عرفنا بتظهر امتى اصلا، نبدا ان احنا نتكلم عن الميتيجيشن ميثودز او هاو تو مانج الهيدريت فورميشن استراتيجي بقى. والله اول حاجه وما بتتعملش كتير هي الثيرمال، هو ان انا عندي خط فيه ثلج بيتكون جواه فخلاص انا هسيب الثلج ده يتكون، لكن انا هروح اعمل له عزل حراري انسيوليشن. انسيوليشن يعني ايه؟ هاجي على الخط ده لو كان هو بيبرد نتيجه ان درجه حراره الجو المحيطه بالخط ده عاليه جدا او منخفضه جدا، فهروح اعزله، اعمله عزل حراري. زي ايه؟ تعالى اوريك. زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، الحته دي فيها ثلج اهو والحته دي ما فيهاش. ليه؟ لان الخط ده معزول حراريا ومعمول عليه عزل حراري عشان يمنع الهيت لوسز اللي ممكن تحصل من البايب لاين. في الهيت تريسنج. الهيت تريسنج ده يعني ايه يا شباب؟ يعني باجي كده على البايب لاين واروح اجيب سلك او سلك من التنجستن كاربايد، السلك ده بيبدا ان انا الفه على البايب لاين دي كده، والسلك ده ابدا ان انا اوصله نفس السلك اللي موجود في اللمبه اللي بتنور عندنا. حضرتك لو جيت لمست اللمبه بتاعه النور هتلاقيها سخنه جدا. سخنه ليه؟ لان فيها ماده التنجستن، السلك من التنجستن، وسلك التنجستن ده اول ما بتوصل له حراره بينتج عنه هيت عالي جدا، نفس اللي موجود عندك في السخان او في البويلر او في الهيتر الصغير. ببدا ان انا اعمل الف الخط ده او الهيت تريسنج ده على البايب عشان ان انا اضمن ان حرارتها دايما عاليه، فالفلو اللي يبقى ماشي كانك بتسخن الفلو. طيب ده لي ايه؟ ده اقدر ان انا اعمله على سطح الارض اوكي، في مسافه صغيره وفي بايب قطرها صغير، لكن ما اقدرش ان انا اعمله تحت الميه، الميه ده مستحيل.
ما تقوليش هعمل انسيوليشن تحت الميه، خط نقل غاز تحت البحر، مش هروح اعمله هيت انسيوليشن او ثيرمال انسيوليشن، مستحيل. تعال نروح للوسيله الاكثر استخداما والاكثر شيوعا في الاويل اند جاز اندستري، وهي الكيميكال تريتمنت. دايما البايب لاينز دي عامله زي الانسان، اول ما يتعب على طول تعال نبدا معاه بعمليات اللي هو الادويه او الكيميكالز اللي هنستخدمها. فيبدا والله اقول لك لو في هيدريت ضخ ميثانول، وهنتكلم في الموضوع ده بعد ثواني بتفاصيل، او في هيدريت ضخ جلايكول، هي كيميكالز. الكيميكالز دي لما حضرتك بتضخها بتبدا انها تغير خصائص الميه، بدل ما الميه تتجمد عند زيرو، لا، الميه لما نضخ لها ميثانول او جلايكول ما عادتش هتتجمد عند زيرو، هتتجمد عند درجات منخفضه اكبر من الزيرو، زي ماينس 20 وماينس 30. تمام. طيب في طرق تانية زي الهيدروليكس، ازاي؟ والله لو انت في عندك هيدريت اتكون بالفعل، حضرتك اعمل ديبريشرايزيشن للخط، فض الخط. هي طريقه مش سيف قوي، لكن وانس ان انت بدات تقلل البريشر في ناحيه وتسيب البريشر عالي في ناحيه، يعني عندي خط اهو وفي حته هيدريت جميله كده اتكونت لي جوه الخط هنا كده متكونه هنا، وقافله الخط، البريشر هنا 1000 بي اس اي وهنا 1000 بي اس اي. طيب الهيدريت ده قفل الدنيا، لو حضرتك تقدر انت تفنت البريشر اللي جوه البايب لاين في الناحيه دي تنزل ال 1000 دول ل 800، فانت بتجبر الفلو ال 1000 بي اس اي ده بقى فيه دلتا بي كبيره، فهيزق دي يعني هيزقها. طب لما تزقها هتتكسر، هتتقطع، هيحصل لها ديستربنس، المهم ان هيحصل لها اي حاجه. الحل الثاني ارفع الضغط ده شويه، زود الكومبريشن لل 1000 بي اس اي وخليهم 1500. في النهايه اللي هيحصل تعمل دلتا بي، يعني كلمه هيدروليكس دي يعني دلتا بي اكبر، فتبدا ان انت تاخد منها فلو احسن. طيب في شغل تاني بقى زي البروسيس، انزع الميه اللي موجوده في الخط، اعمل عمليه دي هيدريشن، خد الغاز ده دخله على وحده نزع للميه او امتصاص للميه او وحده تجفيف، وحده التجفيف دي هتمتص الميه اللي موجوده في الخط، فبالتالي الخط ده مش هيكون فيه ميه، وبالتالي انت كسرت احد اضلاع تكوين الهيدريت. احنا اتفقنا ان الهيدريت ده اربع اضلاع، هاي بريشر، لو تمبريتشر، هيدروكربون ولايت، وعندي ووتر في شكل ليكويد. لو حضرتك شلت الميه فخلاص المشكله بتاعتك اتحلت. طيب شلت الهيدروكربون مشكلتك اتحلت، قللت الضغط مشكلتك اتحلت، رفعت الحراره، كلها مشاكل لو انت لاحظت كده هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه في الميتيجيشن ميثودز دول. طيب احنا بنتكلم في الحاجه الجنرال قوي، بعد كده نبدا ندخل سبيسيفيك اكتر. تعال ندخل ليه مور سبيسيفيك، ايه الفرق ما بين الميثانول والجلايكول؟ زي ما احنا قلنا هي كيميكال بنضخها في سكه الميه او في سكه الهيدريت عشان تمنع تكوين الهيدريت. طيب ميكانيزمها بتعمل ايه؟ ببساطه جدا الانهيبيتور ده اول ما بنضخه في الخط بيروح وشره لامتصاص الميه. اول ما حضرتك ضخيت الجلايكول ده جوه الفلو ستريم، فالجلايكول ده الكيميكالز دي بتروح جري تدور على جزيء ميه، فتلاقي جزيء الميه ده حابس جواه جزيء من الميثان عشان عامل هيدريت. لكن الانهبيتور ده هيعمل ايه؟ وانس ان انت عملت انجكشن للانهبيتور، الانهبيتور ده هيروح يجري يمسك جزيئات الميه دي ويعمل لها كاتشنج، هو شره في امتصاص الميه، اول ما هيلاقي الميه قدامه هيروح يعمل روابط كده معاها زي ما حضرتك شايف كده. الضوابط دي هتبدا ان هي تخليه يسيب الكيج اللي هو كان عامله على الهيدروكربون موليكيول، وبالتالي الميه دلوقتي ما عادتش قادره انها تعمل الكيج اللي كانت بتعمله. طيب في نفس الوقت الجلايكول او الميثانول وات ايفر الكيميكال اللي انا بستخدمه اللي بنسميه انهيبيتور، الانهيبيتور ده وانس ان هو اتحد مع الميه غير خصائص الميه تماما. بعد ما كانت الميه بيحصل لها هايدريت او بتتجمد عند زيرو سليزيس، لا، انا اول ما حطيت عليها 30% ميثانول مثلا الميه دي هتتجمد عند ماينس 30. لو جبنا ازازه كده فيها ميه وحطيناها في الفريزر في الطبيعي انها تتجمد عند صفر سليزيس. طيب لو حطينا عليها نسبه 30% ميثانول او جلايكول، لا، حضرتك مش هتقدر ان انت توصلها لمرحله التجمد في الفريزر ده لدرجه حرارته ماينس 15 وماينس 20، وهيبقى الموضوع صعب جدا. طيب الفرق ما بين الاثنين، الميثانول والجلايكول هم نوع من عائله الكحولات في الكيمياء، هم حاجات فيها ذرات او اتش، يعني فيها جزيئات هيدروكسيل. الميثانول هو الارخص،
يقدر ان هو يأتاك او يدوب الهيدريت لو حصل، وده من اهم مميزاته. يعني لو عندي خط تحت البحر يا شباب وحصل فيه تكوين هيدريت وما عادش فيه فلو، حضرتك لو مليت الخط ده مثلا جلايكول، الجلايكول مش هيعمل حاجه، الجلايكول ما بيدوبش الهيدريت، الجلايكول مجرد يبريفنت. يعني بص، مريض قلب وطول ما انت بتديله الدواء فهو شغال زي الفل، لكن لو جاله ذبحه صدريه للاسف مش هتقدر تلحقه بالدواء بتاعه. فبالظبط كده حضرتك عندك البايب لاين، طول ما الدنيا ماشيه فيها ماشيه، الفلو ماشي وفي كونتينيوتي للفلو، الجلايكول هو البيست تشويس، وهقول لك ليه بعد دقائق. لكن لو حصل الجلايكول ده وقف لسبب من الاسباب وحصل تكوين هيدريت جوه البايب لاين، الجلايكول از نوت افكتيف. وفي الوقت ده حضرتك ما تقدرش تعمل حاجه اكتر من انك يا اما تستنى تقلل بريشر، تعمل كومبريشن، تروح للطرق الغير تقليديه. لكن من ضمن الطرق دي هو ان انا احقن ميثانول. الميثانول شره اكتر في امتصاص الميه، وحتى وان التلج اتكون او الهيدريت اتكون الميثانول يقدر يفكه بسهوله. الميثانول مش كروسيف، ما بيسببش صدأ او تآكل، الجلايكول ممكن شويه، السعر بتاعه مش غالي. يعني خلينا اقول لك رينج برضه تبقى عارف اسعار، مثلا سعر البرميل ال 159 لتر من الميثانول اراوند ال $200، هتلاقيه ب 160 ب 180 كده يعني. طيب تعالى على الجلايكول، المونو ايثيلين جلايكول، البرميل بتاعه بيقف من $400 ل $600. احنا بنستهلك كميات كبيره جدا بدائي، يعني انت بتستهلك كميات رهيبه من الجلايكول ومن الميثانول، فالموضوع بيبقى بفلوس. طيب الايثيلين جلايكول مميزاته ان هو بيمنع تكوين الهيدريت، يمنعه في البدايه، ما يخليهوش، ما نوصلش لمرحله ان هو يتكون ويقفل الخطوط زي ما اتفقنا. الاثنين عامه سامين جدا، الجلايكول والميثانول للاسف درجه السميه بتاعتهم عاليه. لكن الميثانول ما بقدرش ان انا استرجعه، وانس ان حضرتك دخلته في الخط خلاص راح منك، ما عادش تقدر انت تجمعه تاني. وعشان انت تعمله ريجنريشن تاني او عمليه استعاده للجلايكول ده تاني بعد ما تفصل للميثانول، بعد ما تفصل وبعد ما تعمل عمليات التريتمنت، حضرتك محتاج عمليات صعبه جدا وديستليشن كولومز وموضوع كيمياء كبير يعني عشان انت تقدر تفصل الميثانول. فالميثانول لا يمكن استرجاعه، لكن الجلايكول اقدر ان انا اعمل محطه كده او عمليه اقدر ان انا منها ابخر الميه عن الجلايكول. الاوبريشن كوست بتاعت الناحيتين قليله، لكن طبعا سعر الجلايكول نفسه هو اللي غالي مش رخيص. الفيسكوستي بتاعت اللزوجه بتاعت الجلايكول اعلى من الميثانول، ممكن يعمل فاولينج في الخطوط او برضه يسبب مشكله كده زي نوع من انواع الصدى بيتكون جوه المبدلات الحراريه اسمه الفاولينج. خلينا نكمل لو كابتن، لو انت بتقارن طبعا ما بين الاثنين، فانت عندك الميثانول، ازمتنا بتكون مع الميثانول. الميثانول بيبقى افضل كسعر، افضل من الثاني ده اللي هو الجلايكول. المونو ايثيلين جلايكول اقدر ان انا اعمل له استعاده، لكن الثاني ده ما بقدرش اعمل له استعاده. كل واحد من الكيميكالز دي، عندي الميثانول والميج والتج والدج والترج وبعض انواع الاملاح وبعض انواع حاجه اسمها اللو دوسج هيدريت انهيبيتور، دي كلها كيميكالز يا شباب اساسها كحول. واتفقنا ان الكحول ده اول ما بتحطه على الميه فبيبدا ان هو يكون الروابط اللي تفك الهيدريت او تمنع تكوين الهيدريت. طيب ببقى عاوز اعرف اصلا انا محتاج ان انا اضخ هيدريت قد ايه، سوري ميثانول قد ايه او جلايكول قد ايه في الخط عشان ان انا بريفنت عمليه تكوين الهيدريت. فببساطه جدا، معلش خلينا نوقف ده نشوف بس، انا شايف أسئلة كتير خلينا نجاوب عليها وأطلعكم دقايق كده بره المحاضرة. تمام. طيب احنا حد كان بيسأل ميثانول زائد ووتر، ميثين زائد ووتر، بالظبط ميثين وإيثين وبروبين وبيوتين يتفاعلوا مع مية مع الووتر، عند هاي بريشر ولو تمبريتشر فيكون لي الهيدريت. الفيلوسيتي اللي هي سرعة الفلو، الفلو الغاز اللي ماشي جوه البايب لاين ده، كل ما السرعه بتاعته تزيد كل ما التندنسي بتاعته انها تكون هيدريت بتبقى اكبر. طيب هل الهيدريت بيحصل للماء المتواجد مع الغاز؟ الاثنين مع بعض، اتفقنا ان 90% جزيء الهيدريت ده عباره عن 90% منه هيدريت، سوري ميه، و10% منه غاز. يعني شوف بقى حجمه قد ايه او الفوليوم بتاعه قد ايه، لكن في النهايه احنا بنقيسها كده،
كل 90 زارلة ميه بتروح تصطاد 10 زارلات من الغاز عشان انها تكون لي الهيدروجين، فبتحصل الاثنين مع بعض. يعني ايه قسم موجود وقسم لا؟ معلش يا هندسه انا مش فاهم بس دي. ايه الفرق بين الميثانول والجلايكول؟ زي ما اتفقنا هما الاثنين كيميكال طالعين من عيله واحده وهي عيله الكحولات، لكن ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب. ميثانول استخدمه لو الكميات اللي انا هضخها قليله لانه سعره قليل، سعره مش غالي، بتتكلم في $200 للبرميل، فده مش رقم كبير، او ارخص على الاقل من الجلايكول. السبب الثاني هو ان الميثانول يقدر ان هو يديسولف او يذيب الهيدريت المتكون، الجلايكول ما يقدرش، الجلايكول مجرد حاجه كده طول ما انت بتاخدها اوميجا 3، طول ما انت بتاخدها انت تمام، لكن لو حصل لا قدر الله واحد حصل له ذبحه صدريه ولا اي مشكله مش هتعمل اي حاجه، اوميجا 3 ايه اللي انت بتستخدمها دلوقتي خلاص. فالجلايكول استخدمه عشان ابريفنت الهيدريت، لكن وانس ان الهيدريت فورمد يو هاف تو انجكت الميثانول. غير السعر، الجلايكول اقدر ان انا استرجعه، اللي انا بضخه اقدر ان انا اجيبه تاني، او ان انا اقدر اعمله عمليه كيميائيه معينه، عمليه سيبريشن بالحراره، واقدر ان انا اخد الجلايكول بتاعي تاني ده وابدا اعمل له انجكشن من جديد. الجلايكول وانس ان هو اتفاعل مع الميه الخصائص بتاعته اتغيرت تماما. يعني هوري لك في الكيرف اللي قدامي دلوقتي حالا ده، هي دي الفكره كلها، ان الجلايكول وانس ان انت حقنته مع الميه الخصائص الكيميائيه بتاعته بتتغير تماما. ما نقدرش نغير سميته للاسف، لان هو طبعا حاجه مش جايه عشان ناكلها ونشربها، لكن انا بقول لك ان لو حد يعني بيحصل فيه تسمم حتى من خلال الجلد، يعني الجلايكول والميثانول هم سمين جدا، بيسببوا العمى والجنون وشويه حوارات كده. لكن خليني اقول لك برضو يعني اقرب مثال حضرتك بتتعامل بيه كل يوم مع الماده دي ويمكن ما تعرفش، الميه الموجوده في الرادياتور بتاع السياره بتاعتك هي عباره عن ميه مع جلايكول، ميه وعليها 33% جلايكول، فحضرتك لو بتتعامل مع الميه دي بتلمسها بتستخدمها ابعد عنها تماما، يعني حاول ان انت ما تلمسهاش بايدك او تتعامل معاها كتير، لانها ميه فيها جلايكول، فيها ميج او مونو ايثيلين جلايكول، وده ماده سامه او شديد السميه، فخد بالك من الحته دي كويس جدا. طيب في اي مكان بالظبط بيتم تخصيص الانهبيتور في الاكويبمنت؟ الاكويبمنت ده هندسه، المكان اللي انت لو انت بتقصد مكان حقن الجلايكول ده بيتم فين؟ في بدايه الخط. دايما بندور على مكان يكون فيه اجيتيشن هيحصل، عمليه تقليب او ميكسنج هيحصل للفلو. زي فين؟ زي اب ستريم اللي تشوك، او ان انا استخدم ميكسر فالف، او ان انا بدايه الخط اصلا من البدايه خالص، من اول ما الفلو يوصل على السيرفس عند الويل هيد كده او عند بدايه الفلو لاين، ابدا ان انا ادور على مكان انجكت فيه الكيميكال ده، بحيث ان يحصل ليه ميكسنج كويس. انا لو ضخيته ونزل مشي في الارض كده او ما مش افكتيف، انا محتاج ان هو يختلط بكل الغاز اللي موجود. فده بيحصل نتيجه ان هو لو الجلايكول ده اختلط بقى مع الميه والغاز ودخلوا على التشوك قلبهم في بعض كويس جدا، الجهاز التشوك الموجود على السيرفس، ففي الوقت ده حضرتك هيحصل ميكسنج كويس جدا للجلايكول وال الميه الموجوده، فبالتالي هتضمن ان الافشنسي بتاعته هتبقى اعلى. طيب جميل جدا. طيب خلونا نكمل يا شباب. زي ما اتفقنا انا ببقى محتاج اعرف الدوزنج ريت، انا محتاج اعرف انا المفروض اضخ كميه جلايكول قد ايه او ميثانول قد ايه في الخط ده عشان ان انا ابريفنت الهيدريت فورميشن. فوالله انا هبدا اشوف انا محتاج ان انا الفريزنج بوينت بتاعتي تكون قد ايه، وليكن خليني اقول لك انا محتاج ان درجه حراره الغاز هتبقى ماينس 40، تمام؟ درجة حرارة الغاز بتاعتي هتبقى ماينس 40 وانا مش عاوز هيدريت يتكون، ففي الوقت ده حضرتك المفروض ان انت تضخ تقريبا 40% من ال يعني 40% من الخليط اللي هتضخه يكون ميثانول. اشوف انا عندي كام برميل ميه وادخ نفس الكميه منهم، بشوف الفلو ريت بتاعي قد ايه، بنتج ميه قد ايه، وابدا اشوف كميه الميثانول المفروض ان انا اضخها في الخط عشان ان انا الغاز لو وصل لماينس 40 نبقى في السيف زون، منطقة ما فيهاش هيدريت. طيب لو الجلايكول نفس الفكرة، بشوف أنا دلوقتي لو عندي خليط من المية والجلايكول بتركيز، وليكن الجلايكول ده تركيزه 90%، فيقدر إن هو ينزل لي درجة الحرارة بتاع الغاز لحد ماينس 30 من غير ما حضرتك تبقى خايف من تكوين الهيدريت.
طيب ايه اللي الجلايكول بيعمله؟ ببساطه جدا بينقل الدايجرام اللي انت شايفه ده، اسمه البي تي دايجرام. البي تي دايجرام او الهيدريت فورميشن كيرف ده، لما انا ما فيش عندي جلايكول خالص، بص كده، تعالى كده عند درجه حراره عند بريشر وليكن 300 بار. في الاول الهيدريت طول ما انت حرارتك اقل من ال 20، سوري اكبر من 20، نو هيدريت. طيب لو درجه الحراره قلت عن 20، انت كده دخلت جوه الهيدريت فورميشن زون، فكده هيحصل عندك هيدريت. لو وصلت 15 هيحصل هيدريت، لو 10 هيحصل هيدريت. طيب هاو تو ميتيجيت بقى؟ ابدا ان انا اضخ جلايكول في الخط ده. لو ضخيت جلايكول تركيزه 40%، فهينقل لي الخط اللي انت شايفه ده، هيبقى هنا. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت اصلا عند درجه حراره 10 مش هيحصل هيدريت، الهيدريت هيبدا يتكون عند 5 وعند 0. طيب عاوز ان انا اخلي درجه حراره اقل شويه، ضخ جلايكول بتركيز اعلى، حط جلايكول تركيز 60%. 60% ده هيعمل ايه؟ هتوصل عند زيرو سليزيوس ومفيش هيدريت. فهو ده الكيرف اللي احنا بنتكلم عنه، زي ما انت شايف ده شكل الووتر جو بوينت كيرف او الهيدريت فورميشن كيرف. وده يقول لي والله لو انت ضخيت لما ضخيتش جلايكول خالص هيحصل لك هيدريت، على سبيل المثال لو انت عند 1000 بي اس اي هيحصل لك هيدريت عند 55 سيليزيوس. اكتر من 55 فانت كده في السيف زون. طيب انا ممكن في الشتاء ودرجات الحراره تنخفض اكتر وادخل في منطقه التو فيز، فممكن الحراره بتاعتي تبقى اراوند ال 4 سيليزيوس، يعني ده 50 فارنهايت 4 سيليزيوس. طب 4 سيليزيوس ده هيحصل هيدريت، فلا روح ضخ لي ميثانول بتركيز 15%. وهكذا نبدا ان احنا نشوف الموضوع ده، ومن خلالها نبدا نعرف او نعمل تشويس للانهبيتور اللي احنا هنستخدمه. ده لو انت حضرتك بتبدا تعمل اسسمنت او ستادي للهيدريت فورميشن، فتبدا ان انت اول حاجه تشوز يور هيدريت انهبيتور. هبدا ان انا اعمل الانجكشن ده بشكل متقطع ولا بشكل مستمر؟ في ناس بتحقن كيميكال مثلا النهارده بكره مفيش بعده وهكذا، ده اسمه انترميتنت انجكشن. وفي ناس على طول مشغله البامب ما بتوقفش. هل انا محتاج ان انا اعمل استعاده او استرجاع للجلايكول ده ولا لا؟ او الكيميكال ده انا دافع في البرميل 200 دولار، هل هرميهم وخلاص مستغني عنهم، ولا اقدر ان انا اعمل ريجينريشن للجلايكول ده؟ طيب ايه تاني؟ اكونت ريتش ولا لين انهبيتور؟ سيبك من الكلام ده. محتاج ان انا اجمع داتا عشان انا ابدا اعمل الحسابات اللي احنا اتفقنا عليها دي، زي الفلو ريت. الفلو ريت ده الايه؟ للجاز وللووتر. مهم جدا ان حضرتك تبقى عندك داتا عن الاثنين دول. المينيمم والماكسيمم بريشر بتاع السيستم ده، السيستم ده يقدر ان هو شغال على بريشر قد ايه؟ الفلويد كومبوزيشن بتاعي، وخصوصا الهيفي كومبوننت، سوري اللايت كومبوننت المفروض ان انا اهتم بيها اكتر. المينيمم تمبريتشر اللي ممكن الحراره بتاع الخط ده يوصل لها، يعني عندي على سبيل المثال خط ماشي في الصحراء نزل تحت الميه وبعدين طلع تاني، درجه حراره المكان ده 50 سيليزيوس، تحت الميه 10 سيليزيوس، طلع تاني لفوق بقى مشي في مكان مثلا درجه حراره منخفضه شويه فدرجه حراره 40. انا ببدا اعمل الديزاين بتاعي على المينيمم تمبريتشر اللي الخط ده هيوصل لها، مهمه جدا. ابدا اشوف التكنولوجي اللي انا هستخدمها، هل هستخدم الانسب ليا هو الميثانول ولا الجلايكول. التكلفه بتاعه ده وده، ده يقدر ينزل لي حراره كام وده حراره كام، هل انا محتاج استعيده ولا لا. طيب بعد كده ابدا ان انا اجي للمعادله دي اللي من خلالها اقدر ان انا احسب كميه الجلايكول او كميه الميثانول اللي انا محتاج اعملها. ده كله بيتعمل في الفلو اشورنس يا شباب. ليه؟ لان ببساطه جدا انا في الفلو اشورنس ببدا ان انا اشوف المشروع بتاعي ده اقتصادي ولا لا. انا هحقن جلايكول جوه الخط، لكن انا ممكن احقن جلايكول خط في مليون ادم غاز سعرهم حوالي 5000 دولار، اروح اشتري جلايكول ب 10000 دولار عشان امنع تكوين الهيدريت، اكيد ابقى مجنون. فمن ضمن الاستادي اللي انت بتعملها هي الكوميرشال او الايكونوميكال ستادي، اللي بتقول لي انا عندي اصلا هكسب قد ايه، فممكن ان انا اعمل اوبريتنج كوست قد ايه او اوبكس قد ايه اصرفها على الخط ده عشان ان انا انتج منه. عندي غاز قليل، ما اروحش بقى ادفع المصاريف دي كلها، اكيد لا. فاحنا المفروض كانجينيرز بنكون مسؤولين عن ان نحسب كميه الجلايكول او الويت بيرسنت بتاعتي قد ايه من الجلايكول او الميثانول اللي هبدا ان انا استخدمه، اللي بيأثر فيه طبعا الموليكولار ويت، الدلتا تي اللي هي فرق الحرارات،
ثابت اسمه الكي، بجيبه من هنا لو انا هستخدم الميثانول، فالكي بيكون اهو، والام بتكون اهي اللي هي المولكيولار ويت بتاع الكيميكال ده، والدلتا تي كل كيميكال من اللي بنستخدمهم في عمليه الحقن اقدر ان انا احسبه من المعادله دي اللي انا مش بعرف اقرا الاسم بتاعها، لكن هي معادله بتديني كميه الجلايكو اللي حقنها قد ايه، كميه المج اللي حقنها قد ايه، كميه الدج اللي حقنها قد ايه. ابدا اروح اشوف لو انا اشتريت الكميه دي من الميثانول هتكلفني $10,000 في السنه، المج دي هتكلفني 50,000 دولار في السنه، بس هقدر ان انا اعمل لها وحده مثلا ب 2 مليون دولار ترجعهم لي تاني. فابدا ان انا اشوف الدج نفس الكلام، فابدا ان انا اعمل ايكونوميكال ستادي عشان اعرف مين الانسب بالنسبه لي ومين اللي هيديني شكل افضل. زي ما اتفقنا عمليه الانجكشن يا شباب ما تنفعش ان انا اروح كده احقن كده يلا وخلاص من اي فتحه موجوده في الخط، لا طبعا انا لازم اضمن عمليه ميكسنج محترمه للكيميكال اللي انا بحقنه ده جوه البايب لاين، لازم تكون في منتصف البايب لاين، في جزء منها بيطلع في الغاز وفي جزء بينزل في الميه وفي جزء بينزل في الكوندنسيت عشان يحصل ديسولفنج او ميكسنج كويس جدا. وبعيدا عن المعادله اللي انت شفتها من شويه، المعادله دي رسموا بيها كيرفات كده تسهل على الناس الموضوع، مش ان انا بقى هقعد احسب كل شويه وادخل في المعادله بتاعتها قبل مش عارف ايه ده، فالموضوع بيبقى صعب شويه. فانا ببساطه جدا اقدر ان انا اعمل انجكشن ريت ده او احسبه من خلال التشارتس اللي انت شايفها دي، ابدا ان انا اشوف الووتر كونتنت قد ايه، عندي كام باوند ميه موجودين في كل مليون ادم من الغاز، كام مليون كام برميل من الميه، مع ده بالباوند ميه، بالباوند سوري، ده بالليبرا بير ام ام سكفر. فبعرف انا عندي كل مليون ادم غاز بيبقى معاهم كام باوند من الميه او كام كيلو جرام من الميه، وابدا ان انا ادخل اشوف الحراره اللي انا عاوز اوصل لها، الجلايكول انجكشن ريت قد ايه اهو. وفي اكزامبل هنا، انت لو قريت الاكزامبل هنا ده هتلاقيك بدات تفهم الموضوع بيزد على كميه الجلايكول اللي احنا نقدر نحقنها، فحضرتك تقدر تستخدم التشارتس دي كتسهيل للمعادله اللي فاتت. طيب في كيميكالز اسمه اللو دوسج هيدريت انهبيتور، وده بداوا يستخدموه الفتره اللي فاتت دي، هو للاسف غالي جدا لكن افكتيف جدا في ان هو ياتاك الهيدريت فورميشن او يمنع تكوين الهيدريت فورميشن، وبالتالي هو في منه الكاينيتيك هيدريت انهبيتور والانتي اجلومرينت اللي هو الاي اس اديتيفز، المهم انها كلها عباره عن كيميكالز او بحاول ان انا احل موضوع الهيدريت ده بشكل كيميائي. طيب الميثانول انجكشن زي ما انت فاهم كده، هو بيحاول ان هو يجيب الباكج اللي انت شايفها دي، بيبقى عباره عن تانك، تبقى عباره عن بامب دبل دايفرام، سوري مش دبل دايفرام طبعا، بامب ريسبروكيتنج قويه زي بلانجر بامب او بيستون بامب، بيبقى فيها فلو ترانسميترز، بريشر ترانسميتر، ريليف فالفز، المهم ان في النهايه حضرتك التانك ده بيبقى مليان بالكيميكال اذا كان ميثانول او جلايكول، وباجي في منطقه معينه في انا يمكن للاسف نسيت احطها، لكن باجي دايما في اماكن اضمن ان يحصل فيها اجيتيشن او ميكسنج عالي للغاز مع الليكويد، وابدا ان انا اضخ الميثانول بتاعي ده. وفي ناس كده عملت رول اوف ثامب، الناس اللي في الصناعه بداوا ان هم يعملوا لي رول اوف ثامب كده او قانون هم ماشيين بيه، بيقول لي والله لو الميثانول انجكشن ريت بتاعي كان اكتر من 30 جالون في الساعه، لا روح للجلايكول افضل لك اقتصاديا. لو الهيدريت حصل فعلا في الخط، ابدا الاول بانك تقلل الضغط بتاع الخط ده من الناحيتين، وبالتالي انت كسرت ضلع من اضلاع تكوين الهيدريت وهو الهاي بريشر، فبالتالي اللي هيحصل ان انت قللت البريشر في الاب ستريم والداون ستريم بتاع الهيدريت، فهيبدا يحصل هاي فيلوسيتي، الهاي فيلوسيتي دي هتحرك لك البلاجه بتاعت الهيدريت. طيب في ياخر المشكله، في حد عنده اي سؤال الاول قبل ما ندخل على الكروجن؟ طيب خلينا نكمل. بيقول لي ايه؟ Is this the same glycol used for gas sweetening؟ gas sweetening ما بنستخدملوش الجلايكول، بنستخدم له الاماين. الاماين عيله ثانيه من الالدهايدز، او هي كيميكالز مختلف تماما عن الجلايكول.